نتكلم ان شاء الله النهاردة على الزيوت الأساسية، طرق استخراجها وفوائدها. في البداية لازم نعرف ايه هي الزيوت الأساسية. الزيوت الأساسية هي تلك المركبات الطبيعية المستخرجة من النباتات، ودي بتحتوي على جوهر النبات اللي بيحتوي على رائحة عطرية جذابة وفيتامينات. فبالتالي لما بنضيف زيوت أساسية لأحد منتجاتنا الطبيعية فده بيزود قيمته، لأن بيضيف للمنتج نفسه رائحة جذابة بالإضافة إلى الفيتامينات اللي ليها دور كبير جدا 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 في قيمة المنتج، وإن هي تعلي من شأنه ويدي تأثير جيد جدا.